شكرا جزيلا. احنا النهاردة في احتفال مبهج واحتفال روحي جميل في مقاطعة أنتوربة في بلجيكا. احتفلنا بافتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي، كنيسة أخذناها من الكاثوليك وأجرينا عليها بعض التعديلات عشان تناسب الطقس القبطي الأرثوذكسي، واحتفلنا بافتتاحها النهاردة وصلينا فيها. ويعني الخدمة هنا في أنتوربة ابتدت من زمان، من التسعينات كان يافت الأنبا لوكا كان موجود هنا، كان هو اللي ابتدى الخدمة هنا في أنتوربة. وبعد كده لما تأسست كنيسة ماري مرقص أبونا أغابيوس الأنبا بولا، وبعدين كانت مساحتها متواضعة وبسيطة، فحبينا مكان أوسع يبقى يناسب الشعب اللي بينمو وبيكتر العدد، فربنا بعت لنا الكنيسة الجميلة ديت. بنشكر ربنا عليها وبركة للخدمة ونمو وازدهار لعمل ربنا في هذا المكان. مش قادرة يعني أوصف فرحة الناس والمجهود اللي الشباب والإخوة الخدام بذلوه في سبيل إعداد هذا المكان، مجهود عظيم جدا يشكروا عليه، ربنا يبارككم ويعوضهم عن تعبهم. وبنشكر كله كان بقيادة أبونا موسى سرور كاهن هذه الكنيسة، ربنا يعوضه ويبارك له في خدمته وفي تعبه. حضر معانا نيابة عن أسقف أنتوربة اللي هم أهدوا لنا هذه الكنيسة، سكرتير المجلس والديكن اللي هو كبير الكهنة في المنطقة، ومندوبين عن مجلس الكنيسة وشاركونا هذا الاحتفال. وحضر معانا أيضا أبونا من الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية، نشكرهم جميعا على تعبهم. وحضروا بعض الأباء الكهنة من هولندا شاركونا هذه الملازمة. شكرا جزيلا وللخير والبركة إن شاء الله. النهاردة كان يوم مفرح جدا وكان يوم احتفال غير طبيعي. كنا بنحتفل بافتتاح كنيسة جديدة لنا في بلجيكا، وفرحة كبيرة، كان سيدنا وسطنا وباركنا، ويعني كان يوم جميل جدا، وكان فيه رسامة شمامسة، وكان فيه معمودية، وكان فيه تطيب أجساد القديسين، وسيدنا هدانا بهدية جميلة جدا، جاب لنا جسد قديس ماري جرجس الروماني، وكمان احنا كان عندنا جسد شهداء اسكندرية كنيسة القديسين، وعملنا تطيب النهاردة لرفات القديسين ماري جرجس وشهداء كنيسة القديسين في اسكندرية. فكان يوم حافل جدا، وكان الشعب كله من بلجيكا مشارك، وشعب هولندا القريب كمان من الحدود البلجيكية باركنا النهاردة وفرحنا، وكان يوم جميل جدا. وشكرنا يعني كل الناس اللي تعبت في الكنيسة وباركتنا وودت مجهود ضخم جدا. يعني عايز أقول إن المجهود اللي اتعمل ده كان معجزة، يعني شغل تم في 5 أسابيع، كان مجهود غير طبيعي من الشباب، ما كانوش بيناموا، وكانوا ليل ونهار شغالين، وكانوا بيبدلوا مع بعض، مجموعة تروح تنام ومجموعة شغالة ويبدلوا مع بعض، وكان شعب الكنيسة يعمل أكل للشباب وكان متابعين، والناس المسؤولة كانت بتعمل مشاوير تقضيها، وكان عمل يعني جميل جدا، كان ربنا حاضر فيه وكان مبارك، وكان يعني مرتب كل شيء، يعني فعلا نقول إن هو ضابط الكل. كان يعني كان هو اللي قائد لكل التعب اللي حصل في الكنيسة، وكان كله فرحان، ونشكر ربنا على العمل العظيم اللي هو كمله بصلوات سيدنا وبإرشاده ولينا وبمساعداته كلها. بشكره من كل قلبي، وبشكر كل الناس اللي شاركت النهاردة وفرحتنا وباركتنا، ويا رب دايما يعني ربنا يفتح لنا دايما أبوابه ويفرح كل أولاده في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين.